سمع الصوت يا جماعة، يعطيك العافية. أوكي، معنا محمد رعمة بانو غزال. أوكي بس أتمنى أن الحياة الكل يفكر الناس. صار أفضل سمع اليسار. المفروض الكل الصوت عنده تمام، الكل صار الصوت عنده تمام، يعطيكم عافية. أحمد معنا البتول، تمام الصوت يا جماعة. بس جماعة تمام، أوكي يا جماعة. اليوم حضرتنا بدنا ناخذ على البريد الإلكتروني. حد عنده أي سؤال يا جماعة؟ حد عنده أي استفسار بخصوص المحاضرة السابقة، بخصوص المادة؟ في حد عنده أي سؤال، أي استفسار؟ نبدأ محاضرتنا اليوم عن بريد الإلكتروني. يعني ما فيه شيء الصوت؟ لا تمام الصوت، ما عنده أصلا. طيب حلو، فيها السؤال يا بنا. كنا بدنا نحكي بموضوع القمامات، عملنا شوية تعديلات هذا بخصوص الأحوال. طيب موضوع المحاضرات، من حندرس من وين بدنا ندرس؟ طبعا احنا في شوية تعديلات، في شي تعدى شوية تعديلات بسيطة على المقرر. خلينا نقول نحن الالتزام بالشيء اللي نحن عم نعطيه. تمام. كيف اليسار؟ تمام. أنت عليكم التزام بالشيء اللي نحن عم نعطيه. تمام، نحن عم نعطي المنهاج موحد لكل الشعب، كل الصفوف. هلا نحن بدنا نيجي اذا رحنا على موقع الجامعه، على ال ام اس. راح نشوف المحتوى العلمي اف 20. نحن بالفصل هذا نحن عم ناخذ فيه اف 20. اليسار شو سؤالك؟ هو ليش اكثر من السؤال؟ تمام. طيب راح ننزل لهون، حنشوف في عنا رح نشوف في عنا 12 محاضرة. تمام، احنا حاليا تحليل بيانات، محاضرة تحليل بيانات شو قمناها؟ تمام، حتكون محذوفة. تمام، ففي عنا نحن بشكل عام، هلا في هلا هدول مثلا بيجي حدا اوكي بيقول لك انه نحن، طيب انتوا هون في نحن عندنا الملف باوربوينت، يعني ملف البي دي اف. تمام اوكي صحيح هالسنه. طيب هلا نحن شو الفرق بين ملف البي دي اف وملف الباوربوينت؟ تمام، نجي نحن لهالمحاضرة. فلنفرض أول محاضرة إحنا نعطيه، إحنا نعطيه نحن كباوربوينت، عم نعطيه هذا الباوربوينت، ملف الباوربوينت هذا هو. تمام، عم نعطيه هذه نفس الباور بوينت. اوكي الدراسه نحن هذا هو المنهاج معتمد لكل الشعب، كل الصفوف، ونفس الاسئله الامتحان راح تكون موحده كلها من هذا. ولكن نحن بشكل عام الباور بوينت حتكون شوي مختصر عن البي دي اف، يعني البي دي اف حتكون فيه مثلا شغلات نظريه، شويه توريه، شغلات يعني. نحن لا عم نعطي الباور بوينت الشغلات تحتاج الشرح، مثلا خلينا نقول الشغلات اوكي اللي عم تتطلب شرح، الشيء اللي عم نركز عليه. ف
ولكن احنا كان النهاية كامل مثلا الملف هو مثلا بي دي اف، فالمحاضرة الثانية هي برنامج الكتروني ما لم ملف بي دي اف، فهي بس هتلتزموا بنفس الباوربوينت عم نعطيه. تمام، الملف الثالث، المحاضرة الثالثة رح ناخذ عن شيء اسمه محركات البحث. تمام، نشوف الى ملف باوربوينت الى ملف بي دي اف. طبعا بي دي اف هو موسع اكثر، تمام، وفيه تفاصيل اكثر. تمام، هلا اللي عم يبحث عن انه الملف موضوع علامه ثانيه هي من هي دراسه بي دي اف. تمام، اللي عم يبحث عن 100% دراسه بي دي اف. العمل جماعي، تمام، رح تكون وظيفه عمل جماعي، رح تكون من 3 طلاب لخمس طلاب كل مجموعه. تمام، الطلاب الشغل رح يشتغلوا بين بعضهم. تمام، ممنوع حدا يشتغل مع حدا من طلاب عن غير حدا، عن غير دكتور، عن تمام ما بتعرفي. هي علامة الصفر يعني، اوكي نحن عمل جماعي بس نحن ضمن بعضنا، اوكي. قد يكون حدا فيكم بيعرف حدا، بتعرفوا بعض، اوكي، بس ضمن مجموعتنا، ضمن هذا. ما في يعني، ما فينا انه والله نروح نشتغل مع حدا مثلا من غير شعبي، اوكي، لانه هو كفي او هذا، اوكي. كلياتنا الجو افتراضي، عم ندفع انترنت. لا نفس هذا اليسار. شو سؤالك؟ ايه نفس هذا. تمام، مجموعة الطلاب بتكون نفس الوظيفة. طبعا الوظيفة موحدة للكل، الوظيفة موحدة للكل. طيب نحن بدنا، نحن رح تطلع الوظيفة، رح أعطي محاضرة كاملة عليها. تمام، رح نوزع كلنا مجموعات بين بعضكم. انتوا هون في حدا لا بقول لي مثلا حابين تشتغلوا انتوا هدول جروب بين بعضكم، اوكي بنعمل لكم جروب بين بعضكم، ما عندي مشكله. تمام، الوظيفه بيفضل انه الوقت الوظيفه نحكي فيها ريستار، بدنا نعمل لها محاضره يعني. لا شو غزل، كيف ما بيأثر، شو ما بيأثر، طبعا شو كنت عم بحكي. طيب نرجع نعيد الحكي باللغة الإنجليزية، أوكي. طيب ما فينا لا يعني غزة، كيف بدي أقول لك يعني، أعطيك كمان أيضا. ممكن كمان الباور بوينت بتاعك. اليوم بدنا نحكي عن شيء اسمه البريد الالكتروني، اوكي. بدنا نحكي عن البريد الالكتروني. هلا محمد لا تبعتي لا. طيب اوكي، طيب البريد الالكتروني عن شوية أخطاء، شوية شغلات، ملاحظات بسيطة. هاي الأمور هي فيها بدنا نحكي عنها اليوم، عن مفهوم بريد الإلكتروني، العمل، طريقة العمل، طريقة الإرسال، طريقة شان تنجلى من موقع بالأخطاء، أسلوب العمل بالبريد، الإتيكيت تبع البريد، هالأمور هي كلها. موضوع الحروف، مصدر رسالي، محتوى رسالي، أوكي؟ هالامور هي كلها بدنا نحكي عنها. هي محاضرتنا اليوم كلها عن هالنقاط هذول. تمام، 14 نقطة بدنا نحكي عنها، موجودة عندنا بالاتيكيت والقواعد الاداب عندك في البريد الالكتروني. اول شيء لازم نتاكد من موضوع البريد الالكتروني. طبعا يا جماعة الكل كل واحد فيكم عنده ايميل، تمام، موقع الجامعة، تمام، كلها شباب بنات، الكل عنده ايميل. هذا الايميل ضروري جدا، ضروري جدا انه كلكم تعرفوا تستخدمه، ضروري جدا، وبدي الكل يعرف يستخدمه. تمام، اوكي اتفقنا. شو راح يلزمنا، شو راح تستخدمه؟ اوكي ممكن انتم بكره تحتاجوا انه تتواصلوا بين بعضكم، اوكي، بغض النظر نحن في عندنا عم نتواصل عن الواتس، عم نتواصل عن الهذا، في عندنا عن فيس، في عندنا عن انستغرام، في عندنا كثير امور للتواصل. نحن بشكل عام في تواصلوا معي، تواصلوا مع الدكتور، تواصلوا مع اداره الجامعه، صار عندك مشكله معينه، صار عندك سؤال، نقطه معينه،
في شيء بدك تتابع شيء، بدك تتواصل مع الموظفين بالجامعه، تبعث لهم مثلا انت صار عندك شغله كذا. فهذا التواصل كله عن طريق شو بيتم؟ عن طريق شو؟ عن طريق الايميل. اي شيء نحن بنبعثه هو بالايميل، هو بيتثبت بشكل رسمي، هو نحن بنعترف فيه بشكل رسمي هو الايميل. تمام؟ طيب اللي معك ايميل في طريقه تمام، يعني خلينا نقول مثلا محمد، اوكي محمد مثلا هلا بدنا هلا بنحط امثله تمام، هلا بدنا نعطي طيب. طيب وقت انا بعت شغل انتقل من عنوان بريد الكتروني، ما انا بعته غلط تمام، على الرغم مثلا محمد 15، هلا بدنا نشوف مثلا نحن فتحنا موقع الجامعه اليومين من هون، فتحنا ايميل الجامعه تمام. عندنا هي هون هذا الظهر هون عندي اسمه انشاء محاضره جديده، عملنا كرييت تمام. تو الى نظام دقيق يعني في المايكات مثلا الى مثلا نظام مثلا نظام قديش الرقم الجامعي 1 5 2 3 1 1 اوكي انا عم بكتب 1 5 2 3 1 1 اوكي at zuonline.org. الموضوع مثلا هي تو شو نقصد فيها؟ الى لمين بدي ابعث تو؟ الى تمام فرع مثلا تيتشر حسام شبيب تمام، الى تو الى تمام. الموضوع مثلا الموضوع بدي اكتب مثلا شو بدي اكتب مثلا حسب انا شو الموضوع عم نحكي مثلا عنه مثلا تمام. هون مثلا موضوع هذا الموضوع بده يكون مختصر بشكل مختصر، وهون راح اكتب النص اللي بدي اياه، هون راح اكتب النص اللي بدي اياه تمام. بعمل هون عندي الاخير سند الابعاد الرساله اوكي. طيب فموضوع انه اتاكد الاسم، هون راح اتاكد موضوع الاسم يكون صح او خطا. طيب لانه كثير حساس ممكن تنبعث لحدا ثاني، اذا كان في ايميل بهذا الاسم فعلا تنبعث لحدا ثاني، يكون عنوانك ما له غلط عم تكتبه تمام. الحروف كبيره او صغيره يا ترى الحروف الكبيره ولا الصغيره بتاثر شيء بالايميل؟ سؤال للكل. انا لما بكتب مثلا هون مثلا احمد الى احمد عفوا بكتب عربي احمد تمام 1 5 2 4 1 2 اكيد عبد الرحمن بقول لي اكيد شو رايكم مثلا كملنا كتاب تحت كبير SZUonline.org. شو يا جماعه بتاثر الكتاب تحت كبيره عن الصغيره؟ ما حدا قال يا عبد الرحيم حدا اسمه كيف مكتوب. اليسار اسمه مكتوب باللون الاحمر، ما بعرف شو حدا اسمه كيف مكتوب يعني. ما فهمت عليك. حدا هو كاتب واحد كبير ولا صغير قصدي؟ طيب ايه اكيد تمام بيأثر بتفرق يعني كتبت واحد كبير او صغير تمام حلو. شو كمان رأيهم؟ انه كبير او صغير. اوكي. طيب والباقية ليش ما حدا عم بيجاوبوا الباقية؟ طيب حكينا خلص خلص بدون انفعال. هلا هلا ما بعرف شو اسمك، هلا هلا ولا هلا بالحاء ولا بالهاء بيأثر؟ اوكي غدا خلص اوكي اوكي. طيب هلا يفضل انه ما تشاركوا من هون لاخر محاضره كل. طيب ما حدا اعطاني، لا هو ما بيأثر ما بيأثر ابدا، هو ما بيأثر ابدا، ما حدا يعني ما حدا قال لي بالعكس ما شاء الله كلكم متفقين سوا. طيب مين فاتح الايميل عنده مباشرة؟ غزل افتحي الايميل عندك. طيب هاي غزل، غزل 1 5 2 2 3 1
طيب هاي عم بحلك الفعلي. تي تي هاي كتبنا حرف شو كثيرة. تنت. تمام. هاي بنرجع نكتب احفظ غلبا. 1 5 2 2 3 1 at bun dot org test test. والصوت يا غزال. شو يا غزال؟ هذا ما أفلان صار. طيب فنحن يا جماعة هون نحن عم نكتب الاسم، هون ما بيأثر. تمام؟ طيب أنا اليسار مثلا، اليسار مين قال لي كمان أكيد لكن يعني بقوة الهجوم. طيب لا. طيب يلا ما أطلع نفس الكل خلص. طيب غزة شو؟ لا والله ما شفت الإيميل، شوفي طلعي. هنا بعثنا لغيرك. فورا شو بكين تحت الايميل. طيب اليسار مثلا، اليسار عبد اللي اليسار مثلا معنى هي اليسار تمام اللي عندي اوفلاين. اليسار 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 اوكي هيك كتب اسمها اليسار. اوكي وصلت وصلت مرتين يا غزل. ايش هذه بالمحكمة هذا الشيء اللي انت قلت. يعني مش الحال انه احرف كبيره وصغيره ما بيأثر، يعني يعني سام كتبنا الاسم احرف كبيره واحرف صغيره ما بيأثر. اوكي او رام مثلا ايه كبيره وايه صغيره. اوكي راح يطلع عنده. تمام مو تمام هيك. مثلا رام ار اي كبيره اي كبيره وبعدين ايه صغيره. اوكي راح يطلع عنده. والاسلام ما حيفرق معه كمان كيف ما بلا اسلام، فانا بالاخير بدعني شخص واحد يعني. تمام خلينا نقول هيك. تمام مثلا رانا قلت لك رانا انت حتبدي علي يا رانا صح؟ عدة رانا او رامو مثلا او هل الاسماء هي كلها مثلا انا اوكي كلها عم بطق على 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 على, على, على شخص اسمه رانا. تمام فهذول كلهم حترد علي رانا. تمام كلهم يعني رانا. اوكي بغض النظر. اوكي هلا نحن الاختلاف وين بيصير؟ الاختلاف لما انا عم بجي بدخل هون عم بدخل اسمي وكلمة السر. عم بدخل شو؟ اسمي وكلمة السر. يعني رامة لما حتدخل على الايميل حتكتب يوزر نيم وباسورد صح؟ الباسورد بيفرق معك احرف كبيرة واحرف صغيرة. مظبوط؟ اوكي؟ مايكا هلا او حلا هلا هلا خلينا نقول هلا. تمام هذا سؤال امتحان على فكره. هذا سؤال كيما انه انت تاثر بس احرف كبيره وصغيره وتثبت لي العنوان الايميل صح او خطا. لا ما تاثر غلط ما تاثر. تمام الباسورد وعم بكتب كلمه سر الايميل. شوف مو عم بكتب العنوان عم بكتب كلمه سر الايميل. بتاثر ولا ما بتاثر؟ اوكي اكيد تاثر علي انه سر تاثر. تمام يا جماعة اوكي ما في مشكلة بس قولي لنا اسمك هلا ولا حلا بس عشان نعرف. هون الكل عم بيسأل ما عم بيعرف يعني. طيب اوكي وانت بعتي بدي حتوصلني هلا معك تكون وصلتني. تمام شو كمان؟ طيب هاي كثير مهمة اذا يا جماعة، هاي كثير مهمة. اسمها حلا. اوكي. اوكي وصلني ايميل منك يا غدا. نفتح الايميل، اوكي. اوكي. تمام برافو عليكم حلو.
اللي عندنا المشكله هلا انه نحن بدنا نعرف شلون بدنا الاسلوب اللي نحكي فيه. تمام، كلكم بتشتغلوا، يعني كلكم ما بعرف اذا بتشتغلوا بتعملوا بالايميل او هذا بدنا نكون ايميل، في له في اتيكيت له طريقه معينه انه نحكي بالحكي بالهذا. طيب رح نرجع للحاضره، وضوء الرساله، لازم نحط لها عنوان مختصر، مصدر رسالة مكشوف مني، محتوى الرسالة معروف، الكلمات يفضل تعبر عن لغة الاختصارات، اختصار كلمات مثل مثلا عفوا انت اي لاف يو، بدل ما تقول يو مثلا تحط حرف اليو، او مثلا على تكتب ايميل مثلا تحط الارقام بالكتابة يعني بدل الكلمات الاحرف. تمام، هل يفضل بلاها بالايميل، هالاختصارات بلاها. الحروف الكبيرة باللغة الإنجليزية هي لا أبدا تكتبها. تمام، إذا تكتب كلمة عفوا إذا تكتب رسالة باللغة، نغم معي أنت يا نغم، بخيالي يا نغم بدك معي، هاتيني بالمايك يا نغم، بدك تطلع الميكروفون تحكي يعني شو بدك. طيب ايه بس توصل اوكي، ما في مشكلة بس ما بدك تطلع تحكي عن المايك يعني اوكي ما طيب الحمد لله. اذا بتكتب رسالة ولا منك انا عم نمزح معك، يعني بهذا الوضع مش هقطع الكهرباء وما كهرباء، اوكي ممكن تقطع الكهرباء وممكن كذا. تمام، طيب ضلت عندنا هالنقطة انه مثلا انت عم تكتب رسالة باللغة الانجليزية. تمام، مثلا عم تكتب رسالة باللغة الانجليزية، اذا كتبتها كلها احرف كبيرة شو معنى؟ سمعت انت كثير مزعوج من الشخص وكثير يعني غاضب كثير منفعل، عم تعيط عليه عياط، عم تصرخ عليه. تمام، هاي معناتها انك تكتب انت احرف كبيره. تمام، ما بتكتب رساله بالاحرف الكبيره. تمام، ما بتكتب رساله خلينا نقول مثلا بالالوان. كيف يعني بالالوان؟ مثلا بتجي بانا مثلا على سبيل المثال هي من نوع بترتب مثلا دفاتر، بتكتب بالالوان ومدري شو، اذا بتعمل هذا الحكي هون بالايميل، هذا الايميل ما بيصير هون عليها الحكي. شوف مثلا هيك صارت تكتب هي الطريقه هي، يعني شوف الالوان شلون صار كثير غلط، يعني كثير مزعج للعين، كثير انه والله هي مبالغ انه مع انه ضلت 10 ساعات على تكتب ومبالغ انه اشتغل الشغله حلوه وهابا، لا هي كثير غلط هذا الشيء. ما يفضل انه الالوان هذه، يفضل انه تستعمل الوان معينه متناقضه مع اللون الخلفي اللي هو مثلا اللون الابيض، مثلا نستعمل لون اسود مثلا اوكي تحديد باحمر ازرق. هذه النقطه المهمه، هالشيء بدنا نركز عليه، ممكن اندر لاين نحط تحت خط مثلا، هالامور هي. تمام يا بنا، لا تعيدي الله يرضى عليك. طيب شو كمان في عندنا؟ توقيع الاسم، توقيع الاسم شو بيعمل توقيع الاسم؟ انه انت مثل الك توقيع، الك كل ما تبعت رساله بيطلع لك توقيع معين. تمام، هلا بدنا نوريكم كيف نعمل مثلا اوكي، ممكن نعمل توقيع على الايميل تبع الجامعه، فبحيث كل ما ابعت رساله راح يطلع لي هذا التوقيع. مثلا محمد عامل توقيع مثلا كان، او حالي على الواتس مدري شو هي. ابدا اذا كنت متوتر متضايق ما تكتب مثلا، او رسالة وصلتك انت متضايق تمام طول بالك ما ترد عليها، فائدة استخارية. ممكن مثلا نحن هاي طريقة حكيت عم نحكي هيك مثلا اوكي عم نحكي المزح او شيء، اذا تكتب من الكتابة تنتهم بغير طريقة، بطريقة انه راح تسخن الشخص او فيها اساءة. اخطاء املائية، اوكي تاكد الموضوع اخطاء املائية، ما عندك اخطاء املائية، ملفات نسخة بدك ارفق ملفات كمان، هون بدكم شو بدك ارفق ملفات. هاي موقع الجامعة بنفتحها من هون، ايميل الجامعة، ندخل اسمه في مستر وننطلق على موقع الجامعة. طيب
مالي محاضرة أدخل في المكتبة يعني. طيب شو كنا بدنا نحكي؟ بدي أعطيكم تقرير عملي. أوكي. طيب عطني بالدون بعطي ايميل فتح ايميل عنده. يلا يا جماعة تاني، يلا ماشي هذا اوكي. طيب مين في محمد راما شو بكم بانا غدا محمد بيصار راما بتون. طيب البتون اوكي. محمد كلمة لا انت فقط تمام. شوف هلا هون ممكن تكتب رح تنضبط اكثر من اسم، هي اسم ثاني مثل احمد. اوكي طب ما بسمح لي ليش؟ بدي اكمل احمد @isviewonline.org تمام. هاي صار ايميلين ثلاثة اوكي @isviewonline.org تمام. محمد كمان اوكي هاي محمد مثلا اوكي @isviewonline.org. الفاظ عم بقطش ما انتبهت شو حكيت دكتور. كنت عم دور على شادي ضاع شادي يعني صح. طيب كنت شو كنت وين انت مش وقفتي؟ كنت حكينا هلا الشيء حكينا عن طبق عملي بس اليسار. هاي محمد هلا مضيفك نبعت ايميل ثاني. يلا الجزء اللي كان حاج تعبر ايميل كله اليسار معنا. اليسار اوكي ايه اللي كنت عم حدا بيعرف شو هو الفرق بين التو تي تي بي تي سي؟ لا كمان لا اوكي لا اوكي. نحن على سبيل المثال هي كثير بسيطة تمام معلومات عامة بس يعني انه في نقطة معينة بالتكنولوجيا في مشكلة اوكي في هذا اوكي ما في مشكلة كثير بسيطة الامور ركز معي بس الشغلة التو شو نقصد بالتو؟ هون نحن بنطلع هيك عطلنا محمد عم بيقول لي انه انت هون حطيت ايميل هون حطيت ايميل هون حطيت ايميل طب شو هو الفرق بيناتهم؟ قال التو لغة سريعة اوكي حلو حلو ممتاز الحمد لله رب العالمين تمام برافو عليكم اميزنج يا حلو حلو التو انه عم ببعث ايميل انا عم بعمل هذا الشخص بالايميل يعني تمام. السي سي عم ببعث نسخه انه شوف الايميل مبروك هو ما له معنى فيه ما له معنى فيه بس يشوف انه شو اشتغلت اوكي طلع على شيء عم يشتغل مثلا هو كان مدير مثلا البي سي سي نسخة مخفية بضرب بس ما بدي حدا يعرف اني انا بعت لك انت شفت انه انا بعت له هذا الحكي تمام. نحن على سبيل المثال انا كلفت البتول رام احمد هاد ثلاثة موجودين عندي بالتوم شو كلفتهم تمام كلفت هالثلاثة مثلا اليسار مين سي سي اليسار اليسار فلنفرض هي المديرة تمام انا لا اقدر اطوله بالكم معلش مع هذا بس انه هي المديره تمام حطيت محطوطه هي هون عندي بالسي سي تمام. التو هي الى هي نحن عم نقصد فيها شوفوا ركزوا معي هالمثال مشان تفهموا الترتيب كله. التو عندي ثلاث اشخاص بتور واحمد ورعمه
كافة تكون مسؤولين ان في زبون مثلا اعطيتكم انا 150 صفحه مثلا بدكم تحل فيها مثلا مسائل شغلات كنت تكتبوا لي اياها كنت تحلوها الى اخره. طب منكم في واحد مثلا عندي هو اسم البتول اول من 1 ل 50، احمد من 51 ل 100، رانا من 101 ل 150، يعني كل واحد اصلا 50 صفحه. هلا في واحد معه يوم ليخلصون، بس ولكن شو المشكله؟ انه احنا بنروح الشغل زي ما بتروح الشغل اول 50 صفحه نكمل عنه، لانه شيء مترابط الارقام والحسابات والى اخره. وراح تحمل الشغل تاخذ شغل احمد ومنضاف على شغل بتول، تمام؟ فشوف وكل واحد معه يوم بتاخر مثلا اوكي فلنفرض بشغله بتاخر، يعني بكره رتب الشغل وبتصير الشغل اي شيء نتعامل فيه بشكل رسمي، اي شيء نشتغل بشكل رسمي، اي شغل نشتغله هذا كله على طريق الايميل حصرا 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 على طريق الايميل، تمام؟ كنا عم نقول هالثلاثه. فاجت اجت بتقول خلصت اول 50 بعتتها لمين؟ تماما تماما يا روان. المقابلات المنح البعثات كلنا كنا عن طريق الايميل الاخير اكيد 100%. بتقول خلصت بعد ايميل لاحمد او تاخذ الشغل وحطت ايسار حط مثلا ما انسوا حلا، تمام؟ هي حذفناها كلها من حياتنا، تمام؟ تمام؟ فبعتت هي الشغل لمين؟ لاحمد. واحمد اجى اشتغل قام يا الله طلع عنده خطا، طلع عنده خطا، قام رجع بعت لبتول وبعت لرامة انه مشان تعرف رامة انه هو تاخر عليها لانه طلع غلط شغل بتول، وحط مثلا المديره مثلا هي اليسار حطها هي شو سي سي انه هي تشوف، بس هي ما هي معنيه بالايميل انه ترد عليه، سي سي بس عم بيقرصها بشوف، يعني احسن بيرد طبعا، بس هو هون كان موقع هون انه انت شوف شو عم نحن عم نشتغل بيننا وبين بعضنا. اهم طلع غلط رجع البعث لبتول قال لها صلحي غلطك ورجع بعث لرامة. لا وعفوا ورامة موجوده كمان بالايميل عشان رامة تعرف انه هو راح يتاخر عليها بالشغل بسبب مين؟ بسبب مثلا حدث سرق بتول، تمام؟ بسبب المصاريف كلها. اوكي؟ هلا سي 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 طيب فهون سي سي اوكي هو شاطر مثلا يطلع شيء اعلى مثلا خلينا نقول دي سي سي هو نسخه مخفيه، يعني مثلا جوز هون مثلا بعته مثلا نيجي ناحية حلا اد الزيو اونلاين دوت اورج. هلا كل يحصل في الحين نشوف شو حيصير. خلينا نقول تيست، هنقول هون تيست، تمام؟ شوفوا هلا البي سي سي هي مين؟ هي حلا. هلا كلكم رح تشوفوا انه انتم وصلكم ايميل بس ما حتشوفوا انه حالا بعت لي ايميل، ما حدا فيكم رح يعرف انه حالا بعت لي ايميل لانه بي سي سي هي نسخه مخفيه، يعني بتشوفوا بس اليسار رانا بتول احمد، شوفوا هاي ممكن تفتح ايميله ما حيطلع اسم حالا، بس حالا حيطلع ايميل، حالا حيطلع ايميل، حالا حيطلع ايميل، تمام؟ حلو هاي الايميل كمان هي ورده. اوكي وصلكم ايميل يا جماعه شيكوا لي عليه. هي كانت مثلا الديتيل تفاصيل كل هدول. شو يا جماعه ما وصلكم ايميل؟ لا إله إلا الله ما وصلكم بين معكم إنه حلا بعث لها إيميل إن عدا حلا حلا بلي ما تحكي طلع تكتب الديتيلز تفاصيل بطلع معكم مين بعثكم مين ما بعثكم. طلعوا لي حلا مبين معكم إنه اسمها انبعث ولا لا، حلا ما لازم تكون شفت إنه هذا كل ما حد شفت وين بدنا شيء. اليسار افتح الايميل دخل اسمه كلمة السر، هذا خلينا نقول نرجع من اول يوم من الرئيسية، تمام؟ نقلنا عليه بيطلع لي دخل اسمه كلمة السر، دخل اسمه كلمة السر، اوكي اليسار
وصلت الايميل؟ طيب اعملوا لي رد على الايميل، قال لي سامرتي هاي الصفحه الرئيسيه، خلع الايميل مو باني اسم الحلقه، صح يا جماعه؟ ليش يا ترى مو باني اسم الحلقه؟ ماشي شوي يعني حطوا ربلي، انا بس بيجيني بتبعثوا لي تردوا علي الايميل لي، حطوا ربلي اول تبعث تردوا على كل اللي جايكم الايميل. هلا بدنا نعمل كمان تمام مرفقات، اوكي ضغطنا على هذا الايميل عشان رساله تمام. في عندي اتاشن، اتاشن اذا بضيف مرفقات انا مثلا بضيف شغل، بدي اضيف بدي اضيف شيء معين مثلا، خليني اقول فلتكن مثلا شو بدي اضيف مثلا داونلود مثلا، اوكي بيكتشرز مثلا تمام، مثلا هاي صورة مثلا اوكي حطه هون مثلا الى مثلا مين تمام، كات روسي كات النسخ لصق at zonline.org موضوع مثلا، شو بدي اكتب مثلا؟ مثلا شوفوا الموضوع بيكون يعني بشرح عن الرساله، يعني مثلا عم بحكي مثلا عن الاكل مثلا، طريقه مثلا اعداد الكيك مثلا، هاي عنوان الموضوع، معناتها شو بدي اكتب الموضوع؟ بدي اكتب عن هي القصه. انا معناتها بدي اكتب عن هي القصه، تمام؟ اوكي؟ طيب في عندي ايضا سيتنج موضوع سيتنج، يعني مثلا بدي اعمل مثلا شيء خلينا نقول توقيع معين مثلا سيجنتشر، مثلا بدي اقول مثلا تمام مثلا هلو بدي اعمل لها اعدادات معينه، بدي اعمل لها شو اوكي اعمل لها اوكي تمام. من اعدادات انا بدي اروح اجرب اعمل تيست مثلا، بدي ابعث ايميل مثلا بس رد فعلي مثلا تمام اوكي طيب عم تبعثوا لي اوكي التوقيع، عم نعمل التوقيع اوكي كل معي يا جماعه، شو رقم ساكتين؟ ما بعرف احكي انتوا بتناموا والله العظيم ما بعرف شو رقم، شو خصلكم؟ عم نعمل تجربه، نعمل تجربه تمام. لا انا مثلا هي عم نبعث ايميل لنا، حطينا هون موضوع، شوف الموضوع عن شو اللي عم بحكي من عنه، شوف عم بحكي شو عن طريقه صناعه الكيك تمام، هي مواد هي طريقه صناعتها، اما الموضوع السبجكت هو طريقه صناعه الكيك، تبديل شيء مرتبط مع شيء، ألصقنا صورة قلنا منين ألصق صورة؟ قلنا من هون ألصق صورة أو بنشيلها بنسحبها بنحطها بنزتها هون لحالها بتصير. أيضا قلنا هي تنسيقات، هي خط بورد إيطاليك أندرلاين مثلا، ممكن نعمل تحته خط، ممكن نوجه الكتاب يمين يسار، هي إعدادات بس بنشوفها بالوورد، خلينا نقول ممكن نعمل لها تعداد ترقيم. طبعا 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 حلو موضوع اللابتوب والكمبيوتر، بس نحن ايميلنا ايميل الجامعه بتحكي، ايميلنا ايميل الجامعه، او بدك تعمل شيء عن طريق الموبايل، بدك تنزلي تطبيق خاص على الموبايل مثلا، انا بنزل عن موبايل مثلا ماي ايميل اسمه مثلا، اوكي؟ هذا ابلكيشن بيفتح لك بحط لك كل الايميلات. يعني تغطي حالك عده ايميلات، يعني تمام. ممتاز، ممتاز يا رب. وهيك بنكون خلصنا محاضرتنا اليوم، حدا عنده اي سؤال يا جماعه؟ الله انتم شو المطلوب منكم؟ المحاضره كثير بسيطه سهله قلت لكم، يعني المطلوب منكم كل ببعث ايميل، هيني ببعث ايميل تمام،
جربوا عملوا صورة فيها، غيروا لي لون الكتابة، لون الخط، لون كذا، غيروا هاي المفاهيم، بتوضع في الايميل ريبلاي، تمام، نحن نعطي رد على الايميل لكم، تمام، هاي الريبلاي، تمام. في يعني انتم مسؤولون مثلا طريقة الكلام، طريقة الكتابة، طريقة هذا، تمام يا جماعة. حدا ما بعرف عندي أي سؤال، حدا عندي أي استفسار، أي شيء يا جماعة حبوا تسألوا، أوكي أنا ما عنديش كلام، مش عم بيجي جدول. أوكي يا جماعة. فإذا تواجهت لكم بعثي يا جماعة، الكل يبعث ايميل، خلينا نعمل تيست، يعني بدي انكم تاخذ جرب وتعمل تيست. مثلا برجع الايميل بعطيكم ملاحظات، مثلا هي مثلا تفضل هيك انت عاملها، هي تفضل هيك تبعتها هيك، يعني هي الاخير كله اتيكيت، اسلوب هذا. ايه ما بتحبوا هلا اذا خلص طولتوا خلص اوكي اوفلاين، الاسبوع الجاي ما تفرق اي شيء، اي موضوع بختار لك، اي شيء بدك تبعث لي اياه، اوكي طريقه عمل كيك، اي شغله خدم النت، اي شغله بدك تثبت النتين، نحن بس كتجربه يعني، كتجربه يعني، وهيك نجرب نعملها، تمام. بس لكم بقي يعني انتم كجامعه مثلا عندكم 50 ماده، بغض النظر كيف بدنا نعرف عن الايميل، كيف شغلكم في حياتكم، كل شيء نحن نفتح لنا شيء اسمه ايميل، تمام. اتفقنا يا جماعه؟ الله يعطيكم العافية جميعا، شكرا جزيلا جدا. طيب الأسبوع الجاي إن شاء الله تعالى بشوفكم بنفس الموعد، تمام، يعني بعطي المجال 10 دقايق مشان التأخير، مشان هذا ما في شيء، شفت المحاضرة بسيطة كثير. شو كمان شكركم على حضوركم، حدا عنده أي سؤال أي استفسار تواصل معي، ويعطيكم العافية جميعا.